اوكي حبايبي، اليوم نزلت عنا شخصية جديدة. اي شخصية حبايبنا؟ اسمها لولا. هذه شخصية شباب مثل ما انتم شايفين، شخصية ثانوية مش رئيسية، مش تحت النشط يعني مثل كريستيانو او او او, أو احد شيء ثاني. فهمت علي؟ فهمت علي؟ اوكي فهمت علي. لكن شباب خلينا نركز شو مكتوب هون امامنا. اوكي اسمعك، عم يكتب لك يا معلم، يزيد معدل اطلاق النار بنسبة 2%. يعني اي سلاح بايدك بتزيد سرعته 2% يا معلم، عندما يضرب المستخدم عدون يتم تحويل 6% كحد اقصى من معدل اطلاق النار الى سرعة الحركة، ويتم اعادة ضبط الحرارة عندما ينجو المستخدم من القطاع من القتال باللوز. طبعا هاي شباب ليفل 1، اوكي لسه ما خلصنا، لسه في ليفل 6 6 اي بوت ليفل 6. اوه هون معلم عم بيعطيك 2 ولف 1 2 ليفل 2 2 3 4 5 6 100%. يعني هاي الشباب، هاي الشخصيه، هاي الشخصيه هاي راح تكون شخصيه رئيسيه عندك وعندي وعند الكل. ليش؟ ما راح اقول لك، ما راح اتاكد. عرفتوا هذيك اللي لا 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 خليني نركز، لانه باينه يا شباب، لانه باينه حبايبنا. هاي معلم يعني شو بدك اكثر من هيك؟ لا خلينا نروح نجيبها يا اساطير، نحصى عليها ونشوف الاوضاع شو راح نجيبها، ندخل على المتجر نشوف. فهون الشباب ما في عليها تحدي، هون نزل توب اب ونزل هون بالمتجر، نحن هون في عندنا نجيبها مباشره من المتجر. اوكي طيبين، خلينا نشوف هون معلم، في هون عليها تخفيض مع الحزمه، طبعا الحزمه هون 1200 حزمه فقط، بس هون معلم مع الحزمه وكل شيء ب 600 دولار باللوس. هاتنا نشوف شباب، نجيب هذه الشخصية نعمل لها فتح لوس، ونعمل لها فتح من هون، نعمل لها تزويد ونطورها برو ماكس معلم، نطورها برو ماكس. يب يب نطورها برو ماكس، نفتح هذول، نفتح هذول كمان هيك معلم، نشوف اللعبة شوف شكلها باللعب. اوكي هيك بكون رفعنا هذول، نفتح التطوير ورا المكتب الواحد. I won't let you suffer. Okay. I won't let you suffer. تمام. I won't let you suffer. طبعا شباب انا حابب اجربها وهي عادية، بس ولكن راح نطور معلم نجربها وهي ماكس، معلم نجربها وهي ماكس يا شباب. اوكي okay. ايش الشخصية؟ ايش شباب؟ راح ندخل الان متجر، مش ندخل بأي شيء ثاني، اوكي؟ يعني بشخصية ثانية، بأي شخصية تكون عادية يعني ندخل بهاي. اوكي هاي راح نخليها بالمفضل، بالإضافة المفضلة عشان نجي ما ندخل. اوكي نجي لهون، اوكي نجرب نلعب، نضرب أي سلاح عادي، نشوف أي سلاح، أبطأ سلاح تمام، ومن بعد نرجع نشوف الفرق شباب بالشخصية الثانية. خلينا ندخل على التدريب نشوف الوضع. اوكي طيبين، مثل ما انتم شايفين هون عندنا معلم هذا السلاح تمام، بدنا يعني بدنا نعير تقريبا. انا راح اعير وقت معين لافضي هذا اللي راح استخدم الكرونومتر. اوكي وين هالكرونومتر جدك؟ هذا هو تمام، راح نستعمل تجربه مع بعض. اوكي راح اشغل الكرونومتر، بس نشوف ما اذا بتشوفوا معي، طولوا بالكم طبعا لازم كنت اشغله على هذا التعليم. يلا ها ركز معي، اشغل هذا الكرونومتر، راح اشغله انا وراح اشوف كم شوف شغل هذا التعديل الوقت ونشوف كم راح يطول معي بنهايه المشهد. 42 اوكي يلا 3 2 1. تقريبا شباب 8 ثواني، هذا طول معي 8 ثواني يا طيبين. طيب شايفين معي كيف حبايبي؟ تقريبا 8 ثواني، اوكي؟ حلو. حط معنا هذا المشهد، تمام؟ الان شباب راح ندخل هاي الشخصية شباب، يعني 100% يعني ما راح افزح، بنشوف نجرب مع بعض ونشوف. خلينا ناخذ الشخصية نضيف اشياء المعلم اللي بنضيفها دائما، اوكي؟ نضيف شخصياتنا اللي متعودين نضيفها. ونضيف هذا النشط، وينه هاي؟ نضيف اللعبة هاي الحشيشة. لوس اوكي هلا عم بيقول لك معلم 8% زي الجماش وكحد اقصى 15%. اوكي خلينا ندخل نشوف تمام. يلا يا برو ايوه كذا يا معلم. اها هي الشخصيه الشباب اول تمام. شوف تحت، شوف لي تحت يعني هون شباب، ركزوا لي معي هون. اول تمام عم بيعطيك نار وشرار، طبعا هي بشكل انه شغاله شخصيه
اوكي باللوز، حلو حلو كتير حلو. تمام هاي الشخصية جاهزة، خلينا نجرب معلم يعني. شوف ضرب، اوكي اوكي وقف، لازم نجرب، لازم نجرب شباب نشوف الفرق، لازم نجرب نشوف الفرق يا شباب. اوكي اوكي نوت دروب، شوف ما لحق اي شباب، تقريبا خمس ثواني يا شباب، خمس ثواني شباب، ما حل ما حطك بس الكبسه. اوكي ركز معك، شوف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، ست ثواني، من ست ثواني يعني فرق شباب، هذيك كانت 8 ثواني يعني فرق ثانيتين معلم. هل سيديك شباب كثير بال، اوكي اوكي طول بالك، شوف الفرق ال 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 ام بي 40، ام بي 40 كم يفضل وضعه؟ اصبر شوي اصبر شوي شباب، بعرف انتم فانت ملاحظين الفرق ولا لا، بس ولكن انا شايف انه في شيء تغير، اصبر شوي يا معلم. دام شوي نشوف هون يا معلم، اوكي هون شكلها وقفت. لا انا شطور بالكم، اوه شو الاخضر معلم، في شيء تغير معلم عندنا هون، اوكي عم نستكشف شيء. اوكي يعني تبلش شخص اول بلاك يا بشريك، شوشدوني شوي، شويتوني شوي معلم، وصل لنا من على الصبح او بلاك، وانا وقفت شكلها ما هي شغاله، الله ما هي شغاله الشخصيه، رجعت اشتغلت. ول 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 لا عم نشوف السرعة شباب شلون؟ يا لطيف، لا مستحيل، لا 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 والله شباب يصير رشاش 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 شباب. انا الشيء اللي فهمته لما تصير لونه اخضر بتكون يعني بتاخذ الحد الاقصى تبعه، فهمت علي شلون؟ ما بحاول اضرب شوي شوي شوف الفرق، رش تعالوا تعال. يا لطيف يا لطيف، انا بضرب معلم بشكل عادي، هذا يضرب. اوكي اوكي طولي بالك ابو شريك، طولي بالك، كريمينال اوكي كريمينال قتلني الكريمينال. اوكي 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 هلا صراحة شباب شي نار نار صراحة يا شباب شي نار، خلينا نجرب سلاح، نجرب سلاح ال سلاحات الون تاب ون تاتش، وينو هذا؟ وين السلاحات؟ مثل النقار مثلا على سبيل المثال، فرق شباب نحط هالشخصية هيك، والله يا شباب عن جد هي راح تكون شخصية رئيسية. ويلي ويلي اضرب حجي اخرى الدنيا خطابي، لا مشريك، لا لا باليس، لا ايش شايفين هذا ولا شو؟ ابط اي لا شباب عن جد بلش بالسحه يكثر معلم، صارت شوربه معلم حبيب والله. لا والله جزاك الله خير، الله يسعد ياكم شباب، الصراحه الشخصيه عن جد شخصيه اسطوريه عن جد بكل معنى الكلمه، هاي الشخصيه معلم اسطوريه. اوكي يعني انا خلص انا شخصيا شباب هاي ما راح تنشال من عندي، هاي الشخصيه راح تكون احد معي بالرئيسيه معلم، لانه مهم سرعه الاطلاق النار، معدل اطلاق نار يعني اشي باللوز. الله يجزاك جلت من الله يسعد ياكم شباب، اتمنى لكم يوم سعيد وشوفكم على خير، لا تنسوا تحطوا لنا لايكات وشيرات ومشاركات، ونلكم السلام عليكم، نلتقي بالوسوس المباشره.